أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل عنده عبد وأمة، فزوج عبده بأمته، فهل يجوز له في هذا الحالة أن يطأ السيد هاتيكم الأمة؟ لا، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذا في السبي، إذا سبى المسلمون الإماء وهن مزوجات يحل لهم بالسبي، ولكن لا بد من الاستبراء، لا بد أن يستبرئها من صارت في نصيبه قبل أن يطأها. أما إذا زوجها صارت ذات زوج، لا يجوز له أن يتسرى بها. نعم.